أهلا بكم. دعا المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى الاتفاق على سبيل لإنهاء الحرب في سوريا وتمهيد الطريق لإجراء مفاوضات حقيقية. وفي كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي قال دي مستورا أنه مستعد لإجراء جولة جديدة من المحادثات، إلا أنه أكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن. من جهتها استبقت موسكو التصويت على مشروع القرار بخصوص ما شهدته مدينة خان شيخون السورية، بالتأكيد على أن صيغة القرار الذي قدمته أمريكا وبريطانيا وفرنسا غير مقبولة، وأنها ستستخدم حق الفيتو ضده.